سبحانك يا رب. جاني اتصال انه انا اجاني ولدين توم. يا بنات استاذ. وعليكم السلام. في تليفون كنت عامل قدام ترى تقول لنا هذا لك شيء؟ فرجي؟ لك شيء. والله هذا تليفوني. شو رايكم هالقوم؟ بعتذر اني قاطعتكم بس بتمنى منكم شباب وصبايا كلكم تروحوا تشتركوا بهي القناة. هاي القناة كتير حلوة، بيقدموا فيديوهات للأطفال. هاي البنت كتير مهضومة، هاي ليك هاي الكبيرة هون، يعني هاي البنت ما بعرف حسيتها مهضومة ما شاء الله، بتعمل أشياء حلوة وطريقة حكيها يعني حلو. أنا ما رأي أفتح لكم فيديوهات لحتى تروحوا تشوفوا بعينكم وتعطوني رأيكم إذا كان كلامي صح أو لا. كلياتكم روحوا فوتوا على القناة واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وكتبوا لهم بالكومنتات إنه أنتم من طرف ديمو، وبدي منكم تعطوني رأيكم بالبنت هاي بالذات مثل ما أنا عم أقول حلوة ومهضومة ولا لا. يلا يا شباب خلينا نروح ونفوت على القناة ونشترك فيها، بدي منكم تدعمون من كل قلبكم. يلا نشوف. تعطيني هذا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. هلا. قديش الفروج عم تغلي؟ فروجي ب 11 ليرة. أيوه. كل واحد يروح من عيني. هذا الفروج ياسر. العينك عمي. يكرم عينك. هاد كيس. هذول بيطلعوا 3 كيلوات ونص. أيوه تمام. تكرم عينك. وعليكم السلام ورحمة الله. حط لي إياهم بالكيس. شو هلا وسهلا. شو هاد كيلو اللحمة عمو؟ تفضل اخي. كيلو اللحمة شوفت عينك، الكباب 65 واللحمة العادية 65. شو بدك احنا معهم؟ ايوه. هدول هم؟ ايه هدول الفروج. طيب عمو شو هاد كيلو الفروج؟ كيلو ب 11 ليرة. غيره ولا ايه؟ غيره بتمرن شي ثاني معلم؟ بدنا كبابة بس من بعد اذنك مفهوم الجاز. تكرم عينك، روح مشي للشب. يا روح لعند الشب خليني اعطيك. ايه مني من بعد اذنك زل لنا فروجه. تكرم عينك، هاي فروجه كبيره كمان. هاي الفروجه بتساوي 20 ليره. تفضل. هاي 20 ليره. حط لك اياها بكيس؟ لا خلص ما في داعي، يعطيك العافيه، مشكور. عزمتك معي. شو صار هذا؟ بعشرة؟ يا عمو ها؟ تعطيني فروجي بعشرة؟ لا توصل جدا اتصال. الو ايه عن جد بتحكي؟ لك الله يبشرك بالخير، عن جد فرحتني من كل قلبي. لك دخيل ربك على هالخبريه، والله مو بتستاهل بشاره، بتستاهل مليون بشاره. يسعد دينك. ماشي ماشي بس اجي من عيوني والله حبيبي احلى حلوان، فرحتني والله. يلا باي باي باي. سلام. شوف تعطيني اياها؟ ايه بعطيك اياها. شوف هات كيس بسرعه. ايه 20 تخيل يا بعشرة. خد حبيبي هاي فرصه. ايه 20 انا ما غير 10. حتى هاي العشرة ما بدي. هذا حلوان وجه الخير علي، لانه انت فدت ما فدت سبحانك يا رب. جاني اتصال انه انا اجاني ولدين توم. بما انك كنت خير علي حبيت يعني اعطيك هالفروجه هيك هديه لوجه الله بسبب ولاده توم. صحتين وهنا على قلبك حبيبي. الله يوفقك يا رب ويرزقك، وان شاء الله ولدك ولد توم موجود يربوا بعزك ودلالك وتشوفهم على رسالة بعيونك ان شاء الله. تسلم حبيبي تسلم. اعطيك العافيه عزمتك معنا. السلام عليكم. ان شاء الله الف مبروك عمي ويرموا هزه ودلالك ان شاء الله. شو مين من؟ الف مبروك على التوم اللي يجوك الله يجيب التليفون. لك توم شو يا رب؟ لا يا ابن الحلال لا في توم ولا في شيء. لك كيف؟ بس انا عملت هاي التمثيليه كرمال الولد هذا الصغير. ايه لاني طلعت عليه اول ما طلع لبرا طلع بجيبه ما في معه غير 10 ليرات وشفت بعيونه الحزن.
فأنا قلت لحالي خليني أفرحه بس بطريقة ما هي كرامته، فأنا حطيت هي الحيلة تبع الاتصال لحتى ما أجرح كرامته. عملت حالي إنه جاني أولاد لحتى أقول له هي حلوان. ما أنت ما جاك أولاد؟ لا ما جاني أولاد، أنا قلت هالكلمة بس مشان أعطيه ببلاش بطريقة غير مباشرة، يعني أحسن ما يحس حاله بتصدق عليه، لا خلي يفكرها حلوان لوجه الخير، هيك بكون معاملة رب العالمين. هذول ما بيستاهلوا يا زلمة، في منهم كتير هيك بسوي يا زلمة، هاي حركات من مفهومة إن نعرفها قديمة صارت يعني. لا يا ابن الناس. بجي لعندك بقول لك ما معي غير 10 دولار. نحن ما بنعمل غير بأصلنا، وعملت هالشيء أنا. عملت غلط بالله يا حبيبي. اسمعني كلمتين، أنا ما عملت هذا الشيء للشاب هذا، لا أنا عملت ربي، حتى لو كان حرامي ما بيهمني، بكفي إنه أنا عملت هذا الشيء خير لرب العالمين لآخرتي، ما بيهم إن كان حرامي أو إن كان كذاب أو إن كان شحات أو لا، بس بكفي الحزن اللي كان بعينه يوم اللي أخذ خروج الفرحة اللي صارت بعينه، هي بتسوى الدنيا وما فيها. يا جماعة بستاهلوا. وعليكم السلام. في تليفون كنت عامل قدام ثلاث منها، بقى لك شيء؟ مرجي؟ بقى لك شيء؟ والله هذا تليفوني. شو هيك موقعه؟ وين لقيته؟ هون قدام مليان معك، ولكن حنسرقه. يعطيك العافية حبيبي. جد بتشكرك من قلبي. لا، ما عملت غير واقف يا عمي. طيب، بدي اسألك، لما لو واحد غيرك شايف الموبايل ماما مصاري كان راح باعه، ليش انت ما راح تبعته؟ لا يا عمو، أنا ماني حرامي، أنا شفت الموبايل هو عاد، شفته، قلت يا لا صاحب محل يا واحد زمان. يلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. شفت؟ هذا هو اللي قلت لي عنه ما بيستاهل حرامي؟ تخيل لو واحد تاني بداله شايف الموبايل. على كل حال اخي مو مشكلة، نحن عم عاملتنا عملناها لله. آه يا ولد اعطيه لحمته وحاسبه، انا رايح عندي شغل.